الشغل السينما غير الشغل الفيديو؟ اي يعني في 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 حاجه اسهل وفي حاجه اصعب؟ نعم، ما سمعتش. الشغل للسينما اسهل ولا للفيديو اسهل؟ يعني انت عملتي اعمال سينمائيه قدمتي فيها نفسك بشكل واضح جدا، كنت قلقانه من تجربه الفيديو، وانهي تجربه كانت اسهل؟ الفيديو التلفزيون فيه انتشار واسع قوي، فانت ناس كتيره بتشوفك، بتبقي قلقانه من المساله دي؟ انا صراحه من تجربتي في كلام على ورق، ما اعرفش لو كل المسلسلات الانطباع نفس الممثل بياخد عليه، ولكن انا من خلال تجربتي في مع السيستم شفت ان المسلسل اصعب بكتير، التحضير ليه اصعب واعمق. نعم، هو الواحد لازم دايما يتحضر للشخصيه اللي بيقدمها، ولكن في المسلسل الموضوع موسع اكثر واطراف كثيره، الشخصيه مش واحده، هم ناس كتير جوه حبيبه. صحيح. فكان الموضوع طبعا اصعب بكثير، كل حلقه من المسلسل بمثابه تعب يضل فيلم. فكان تكلمني عن 30 حلقه، انا شايفاهم عدوا 30 فيلم بصراحه. عايزه اسالك بصراحه شديده، هل الجدل اللي اثير حول حلاوه روح كنت خايفه ان يؤثر على عملك الجديد اللي انت بتخوضي بيه اول تجربه في الفيديو، ولا كنت متاكده ان ربما يكون هذا العمل داعم ليكي اكتر؟ يعني عشان كنت صريحه معاك وواضحه، الجدل اللي يثير على حلاوه روح انا ما كنتش مصدقه نفسي، مش كل حاجه. فبالتالي عشان كنت مؤمنه ان النص اللي حصل على فيلم حلاوه روح مش حقيقي، فمش عايزه ده برضه يحصل معانا، لان ممكن اي حد يعني يخترع لك اي سبب عشان ينتقد عمل. فبالتالي انا ما كنتش خايفه، لا انا كنت خايفه من التجربه نفسها، كنت خايفه يعني عليا من دور حبيبه كدور يعني يا اما اقدمهم احد كل تفاصيله من غير ما افكر الناس ان انا هستوعب دي، لان كان ممكن دي هي كدور مش تاثير فيلم او ضجه اعلاميه حصلت على عمل سابق. عايزين بقى نهدي النفوس كده بينك وبين سامي عشان انا شايفه الاجواء لطيفه كده. هيفا، عايزين نسال سامي نقول له هيفا ممثله بتسمع الكلام ولا متعبه؟ هيفا ممثله شاطره قوي، انسانه محترمه قوي، تحترم كل الناس اللي حواليها، عندها عمق في شخصياتها، ممكن هي عشان حلوه زياده تبقى مش مركزه ان الحلوين دايما مش عندهم العمق، بس هي حلوه قوي وحلوه نفسيا كمان قوي. ممثله شاطره يعني. سامي بيغزلك على الهواء، واضح ان ما كانش في وقت في المسلسل فقالك على الهواء بقى بعد ما خلصنا. وشها حلو وطريقتها محترمه وموهبتها كويسه جدا، وهي الطريقه اللي هي اتعاملت بيها طول المسلسل من تعب وشقاء عشان يطلع المسلسل بالشكل ده، انا احب على الهوا ان انا اشكرها عليه واقول لها بجد انت كنتي انسانه محترمه فوق الوصف في المسلسل، كنتي ممثله موهوبه وفنانه مبدعه طول الوقت، وبشكرها على اللحظات الجميله كمخرج اللي قضيناها معاها كلها في لما بتنقلها كمخرج من السينما للتلفزيون.